أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذه الانطلاقات لسن الحقائق. نتمنى التوفيق للجميع والنجاح والسيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. عزايم من تأتي مع البداية، يوسف بن عبد الله بن غثي الغفيلي من يقدم لنا عزايم، ولكن من تغير الطيرة، غيرت الطيرة وطارت إلى مقدمة الشوط. غصاب بن مصبح على الطيرة العامري من يقدم لنا الطيرة في البداية. المركز الثاني عزايم، يوسف بن عبد الله بن غثي الغفيلي انتقل مباشرة إلى ثالث المراكز، وأرى الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من قبل مصيره سعيد بن حمد بن محمد العامري من يقدم لنا هذا الاسم، والانطلاق مع ثالث المراكز. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام وانطلقت بهذا المسار الشاهنية محمد بن مساعد بن خالد المنصوري من يقدم لنا الشاهنية، وتأتي مع رابع المراكز. المركز الخامس الواصل من حاف راشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، انتقل مباشرة الى المركز السادس، وارى الوصول والانطلاق من عقيبة ليمعة بن محمد بن قبر المهيري. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا الكرام عسيلة علي بن حميد بن خميس علي ديلي. يا سلام، الكل يتقدم هنا، الكل يقدم ما لديه. وصول في هذه اللحظات، وصلت مشاهدينا الكرام وانطلقت بويضة حمد بن سالم بن محمد الغفيلي، وأيضا القادمة في هذه اللحظات مشغلة مبارك من سويدان بن قران المنصوري. أرى القدوم في هذه اللحظات من الإمامة عبد الله بن علي بن محمد الشالولي. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المسار، مع الانطلاق الأول. يا ترى لمن السيارة، لمن الفوز، لمن الناموس في هذا الصباح؟ الكل هنا فائز بالمشاركة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. الواصلة مشاهدي الكرام من تغير إلى مقدمة الشوط بويضة حمد بن سالم بن محمد الغفيلي. يا سلام، مع البداية مع مقدمة الشوط أهالي السلطنة من يقدمون ما لديهم للمشاركة الفعالة في هذا الانطلاق. المركز الثاني أرى اللي هي من حاف راشد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي من يقدم لنا هنا، ولكن الوصول من مشغلة مبارك من سويدان بن قران المنصوري. لمن الفوز، لمن الناموس؟ الواصل يا سلام، وصل ابو صالح علي بن حميد بن خميس علي ديلي. يا سلام، من يقدم عسيلة القادمة مشاهدي الكرام الجزيرة ناصر بن مخيت بن حوير بن المنصوري. ياهو شوط، ياهو تحدي، ياهو متعة، ياهو إثارة. يا سلام يا سلام، أهالي السلطنة ما زال يعلنون الحضور مع البداية، مع مقدمة الشوط، مع بويضة حمد بن سالم بن محمد الغفيلي في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ولكن رسيل الجارف يا سلام من المراكز المتأخرة، القدوم مشاهدينا الكرام من مشغل مبارك من سويدان بن قران المنصوري، ولكن هنا وصلت مشاهدينا الكرام وانطلقت يا سلام في هذا المسار اللي هي احتفال حمد بن سالم بن سعيد الحجري. يا سلام، ولكن قدوم هنا مياسة ناصر بن صقر بن سالم الوهيبي. يا سلام، الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتقدم. لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار؟ البداية وين؟ الانطلاق الأول، المسار الأول، مشغلة مشغلة. ومن الجانب الآخر مياسة هناك. يا سلام، يا هو شوط في هذا الانطلاق، في هذا احتفال، احتفال ومشغلة، ولكن مشغلة غادرت انطلقت إلى الناموس يا بن قراء. أسعد الله صباحك، سلام غياثي، سلام الوثبة، أسعد الله صباحك يا صبيح الغيلاني. مشكور على هذا الإبداع المطلوب، تهانينا والناموس لمبارك بن سويدة بن سويد بن قران المنصوري. لحظة الوصول إلى الفوز والناموس. المركز الثاني احتفال، تعود ملكية احتفال لحمد بن سالم بن سعيد الحجري. المركز الثالث مياس ناصر بن صقر بن سالم الوهيبي. رابع المراكز منصورة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. خامس المراكز الحذرة لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني. هكذا الفوز والتحدي والمتعة والإثارة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني
وإلى وصولها 4 دقائق 27 ثانية. وفاء النوت تماما، تهانينا والناموس لمالك مشغلة بالفوز. مبارك بن سويد بن قران المنصوري، واسعد الله صباحك يا بن قران. 4 دقائق 29 ثانية، جز واحد يتيما من الثانية، من احتلت احتفال بالمركز الثاني لحمد بن سالم بن سعيد الحجري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، المركز الثالث، ننتظر المركز الثالث مشاهدينا الكرام، ووصول في ثالث المراكز من قبل مياسة ناصر بن صقر بن سالم الوهيبي. 4 دقائق 29 ثانية، 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع